ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وعد لاعب النصر السعودي المغربي عبد الرزاق حمد الله بالكشف عن الأسباب التي جعلته يغادر المنتخب المغربي قبل منافسات أمم إفريقيا التي احتضنتها دولة مصر. ونشر حمد الله على حسابه بالإنستغرام مقطع فيديو قال فيه إنه سيكشف عن أسباب خروجه من المنتخب المغربي لكرة القدم قبل بطولة أمم إفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي، قررت أن أشرح لكم الأسباب والدوافع اللي خلتني أنا نغادر المنتخب الوطني المغربي، وإن شاء الله غادي نوضحها في فيديو قريب إن شاء الله. السلام عليكم. وكان الناخب الوطني السابق هيرفي رونار قد قال إن قضية عبد الرزاق حمد الله نسيناها، ومن الأحسن أنها وقعت قبل بداية أمم إفريقيا لكرة القدم. وكان الهداف التاريخي للدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله قد غادر معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم على بعد أسبوع من بداية منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم. وشارك حمد الله رفقة المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام منتخب غامبيا على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش، والتي انتهت بهدف دون رد لصالح منتخب غامبيا. ويشار إلى أن المنتخب المغربي ودع منافسات أمم إفريقيا من دور الثمن بعد الهزيمة أمام منتخب البنين، وأن المنتخب الجزائري توج باللقب بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.